أخبار اليوم. الحاجات دي فعلا خد قد ايه؟ دلوقتي لو اتنقلتوا انتوا عندكم هنا براميل براميل اهي براميل دي عباره عن ايه يعني بتعمل ازاي؟ هي اللي بيطبخ هي اللي بندخل جواها جلد الدبن اللي بتطبخ في مراحل كيماويه ابتداء من وهي بتيجي من عند الجلاد او من عند الجزار لغايه ما بتطلع كراست خامه وبعد كده بنبتدي مثلا نبيعها بتطلع مثلا بتاع تشطيب بياخدها بيحط عليها الفينش اللي هي الجويات وكده وبعد كده بتنزل السوق بتترك يعني حضرتك انت لو اتنقلتوا صعب ان هو البراميل بتعمل من هناك ولا ايه؟ صعب جدا مش الحكايه مش حكايه براميل عيب حضرتك الحكايه ان انت كده هتنقلني في اخر الدنيا وفي ناس كتيره مش حملها هتبقى مصاريفها وبعدين اليوميه هنا عامله كام مثلا؟ ايوه يعني اليوميه عامله 50 60 جنيه عشان انا اروح لك اخر الدنيا ايوه هي مواصلاتي 50 60 جنيه هتوديها فين؟ مدينه بلد صح؟ ايوه صح كده؟ اول مركب مواصلاتي هصرف لي نص يوميا والناس بقى اللي متجوزه طب الناس اللي مثلا قاعده في اخر بلاد المسلمين يعني قبل ما يعيدوا النشاط ده هي اصلا حاجه يعني حاجه جايه في مصلحه الناس المصدرين اللي عندهم الامكانيه ان هم واقفين اصلا على رجليهم تمام يعني هي دلوقتي بيصدروا يعني امكانياتهم عاليه احنا مثلا شغالين في السوق المستفيدين مصدرين مصدرين لكن اذا حالتنا انا راجل اصلا مثلا تاجر برمي في السوق مالي ما اصلا الحكومه حتى ما بتحميش اللي ليه مال بيرميه في السوق ان هي مثلا باي طريقه قانونيه انك انت مثلا ليك سند مالي او كده لا فلوس ما تمام فلوس رايحه الورش بغير سند قانوني طب حضرتك مش المفروض انتوا يعني يبقى ليكم رابطه او نقابه او حاجه زي كده؟ ما عندناش رابطه ما فيش والله الفلوس اللي بتيجي دعم من بره اصلا بتروح الغرفه بتتوزع على المصدرين في صوره مكن وفي صوره كيماويات وهم بياخدوا الحاجه باسعار مخفضه جدا وبيستفيدوا منها يعني في معونه بتيجي من بره؟ ايه؟ في معونه بتيجي من بره لل من الاتحاد الاوروبي طبعا الناس كلها عارفه بيدرع ابنه بيدرع مين؟ ابنه كان مدير بنك وطلع على المعاش قعد معانا يعني الورثه اللي وراه بيقولوا له انت مش هتنقل بيسالوا له ايه؟ الورثه بيقولوا له مش هننقل يعني لما هو مش هينقل العمال اللي هنا هتروح فين؟ ازاي عم دول تطلع انا مش مهم ها كل الحركه دي كلها اللي بتقول مش عايزين ينقلوا واحد من عايزين التعويض عايزين التعويض مش عايزين المهن مش عايزين المهن عايزين التعويض الورثه تعالى كمان هنا مثلا في مدغه قدامنا هنا برضه واحده ست ام واحد مثلا قالت له لا انت مش هتنقل عنده مدغه برضه احنا عايزين فلوس ولا انت مش معايا هتبص كده الشارع ده كله هصفصف على ثلاث اربع مدابغ اللي هينقلوا اللي هو محمود مصر مصطفى حسين اللي هم العتاوله اللي هم كانوا كلهم 25 نفر هيتنقلوا الناس اللي هي كده عن ثلاثه تانيين كده هتزود عدد الطلبه ما فيهاش امكانيات العمال دي كده هي فيها تطورات كتير قوي انت بتجيب السياحه الحاجات ديت السياحه برضو من ساعه 25 يناير السياحه وقفت يعني انتوا مشكله حصل عندكم مشكله بعد 25 يناير طبيعي يعني الله يسامح اللي كانوا السبب ايوه واخد بال حضرتك انما الاول كانت السياحه جميله وكانت شغاله وكان شغلنا واخد بالك ابني هيوريك اقول حاجة. شغلنا كنا مبسوطين منه اربعه زي ما حضرتك بتقول بتنكرت انما ربنا مش هيوقفها ان شاء الله لان الشغله دي شغله جامده قوي بقول لحضرتك اقتصاد البلد تمام الصين حبت تقلدنا تعمل اللي هي ابو شعر ده ما عرفتش واخد بالك جم هم هنا بقوا يشتغلوا يعني عندنا يعني حاولت ان تقلد حبوا يعملوا اللي هي البضاعه مشعرها دي ايوه ما عرفوش انتوا هنا عندكم ايوه عندنا الخلفيه وعندنا الشغل اليدوي وعندنا بنعرف بس مش لاقيين الامكانيات اللي تطلعها احنا مش معترضين على النقل بس محتاجين الامان تمام حكايه النقل دي مش عارف ايه نقل بالبكيه نقل بالبكيه دي مشكله كبيره طبعا مشكله بتطلع الناس خايفه تشتغل خايفين ليه؟ ايه؟ خايفين ليه؟ خايفين يحصل اي حد يجي يشيله هيتبهدل